الحقيقة الحضور اليوم كان رائع، على الرغم من ان الموضوع متخصص. هو طبعا الموضوع ما بين المتخصص والعام، طه حسين الناس كلها تعرفه وفي ناس كتير قرياله، لكن في نفس الوقت الموضوع نفسه المنهجية برضو يعتبر أكاديمي وصعب شوية، لكن على الرغم من كده الحضور كان كويس وكان في تجاوب من الجمهور، ولقيت ان في جمهور كتير الحمد لله متابع، ومش كده وبس، وقاري كويس لطه حسين، متابعه من زمان، والأسئلة اللي توجهت للمنصة الحقيقة تنم عن وعي ثقافي الحمد لله يعني شديد ومبشر. طه حسين احنا محتاجين نفكر في المشاريع الكبرى كتير، طه حسين والعقاد وغيره. التجربة المعرفية عند طه حسين بتحاول تستكشف ليس فقط منهجية، وإنما القواعد اللي كان بيتعامل بها طه حسين مع المعرفة بسرعة. ولذلك أنا بسمي التجربة المعرفية هي تجربة وجودية، جانب منها وجودي. وبالتالي مثلا طه حسين كان يعاند النفس في الدراسة والبحث. مشروع الوطني للقراءة مشروع بتقدمه مؤسسة البحث العلمي من دولة الإمارات العربية المتحدة، تحديدا إمارة دبي. هي مؤسسة تربوية بتأخذ على عاتقها مشاريع القراءة، منها المشروع الوطني للقراءة اللي سلوجان بتاعه ظريف قوي، مصر بألوان المعرفة. هو رباعي الأبعاد، بعد أول للطالب المثقف، مرحلة التعليم قبل الجامعي من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي. تشارك سلطنة عمان سنويا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك لأهمية معرض القاهرة في الوطن العربي ولأهميته. طبعا الهدف من المشاركة هو إبراز المطبوعات العمانية والكتاب العماني بشكل عام للجمهور المصري، وإبراز الجوانب التاريخية والثقافية والفكرية وشتى الجوانب الأخرى من سلطنة عمان. بداية نهنئ جمهورية مصر العربية على افتتاح الدورة 54 لهذا العام. طبعا نشكركم على هذه الدعوة الكريمة، إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، سعيدين بهذا التواجد في هذه المشاركة. طبعا احنا هيئة البحرين للثقافة والآثار، حريصين دائما على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لإعراض الناتج والفكر البحريني في شتى المجالات. جيت المعرض السنة دي كان الاهتمام ان انا اشوف تقديم ركن الأزهر الشريف، فجيت هنا لقيت عامل ركن خاص للطفل، وفي جناح برضو للفتوى، وفي عاملين بانوراما مهتمين فيها بالقضايا المهمة اللي تخص الإسلام والدين، يعني اللي تهم الناس. ميزة المعرض هنا كل سنة بيكون فيه تشكيلة لكل الحاجات من كل الأطياف، من كل أنواع الكتب اللي موجودة، سواء من شعر، رواية، كتب معينة عن السياسة، كل الحاجات دي بتبقى موجودة هنا. معرض الكتاب فرصة كويسة جدا لنتعرف على كل جديد. أنا عادة ليا ميول كده ناحية المواد العلمية شوية، بما إن أنا مدرس ماس ببحث عن الكتب الجديدة في المجال بتاعي. عندنا أكتر من نشاط وفعالية في المعرض الكتاب دي، مش أول مرة نشارك في معارض دولية. إحنا بنحاول إحنا ننشر الإصدارات بتاعتنا ليا من تخصصات مختلفة زي الشؤون الخارجية، السياسات العامة، الاقتصاد، حتى كمان المشاكل البيئية من تغيرات مناخية وخلافه. كل كده بنحاول إحنا ننشره من خلال إصداراتنا. في إصدارات بتبقى ثابتة، يعني مثلا بصورة شهرية أو بصورة سنوية، وفي إصدارات بتنزل لملفات وقضايا بعينها. بعيدا عن الإصدارات اللي إحنا بننزلها، إحنا كمان بنعمل حوارات وبنعمل ندوات، بتنزل الفعاليات بتاعتها، بتنزل النتائج بتاعتها والتوصيات على الموقع الخاص بالمركز المصري. في ندوات هنعملها ان شاء الله في المعرض، في حاجات بدأت النهارده من اول يوم، وهنفضل كده لحد يوم 6 فبراير ان شاء الله باذن الله.